دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد، كلمني عن الحملات وقول لي ازاي، يعني هل انتوا لكم علاقة باللي حصل في شارع المعز امبارح؟ كان في ازدحام فظيع والنهارده في حملات. هو مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. يعني خليني ابتدي بالصور اللي انا بعتها للاعداد عند حضرتك فيما يتعلق ب تواصلت صباح اليوم لما جاني الفيديو مع الزملاء في مبادرة صوتك مسموع وسيادة اللواء محمد حنف سكرتير عام محافظة القاهرة. وبالفعل جاتني صور من اللواء، يعني اللي هي صور ايه؟ صور شارع المعز؟ صور شارع المعز. وبالفعل يعني خليني اقول لحضرتك انه تم رفع الاشغالات اللي موجوده، مع العلم ان ده شارع سياحي ويبقى متواجد فيه خدمات بحثيه وثقافيه زائد خدمات من شرطه المرافق، وبيبقى متواجد معاهم الحي بصحبتهم بشكل يومي. طبعا فيما يتعلق بكل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه على مستوى الجمهوريه، زي ما اكدت لحضرتك من يومين ان معالي الوزير اللي هو محمود شعراوي كان وجه الساده المحافظين بضروره التجديد في تطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، ده لمكافحه فيروس كورونا المستجد وتفعيل الغرامات الفوريه على المخالفين بمنتهى الحسم. طبعا ده الجميع من مراكز ومدن واحياء شددوا الحملات بتاعتهم. وبالفعل لو حضرتك برضو انا بعت للاعداد من محافظات زي اسيوط زي سوهاج زي معانا صور كتيره كبرى لحملات في كل المحافظات. بالظبط يا فندم، في اسوان، في الاقصر، في كفر الشيخ، في الغربيه، في 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 الشرقيه، كل ده طبعا بالاضافه الى رفع الاشغالات، بالاضافه الى طبعا الجزئيه المتعلقه بالتفتيش كمان على الاجراءات الوقائيه والاحترازيه في الكافيهات، في المطاعم، التأكيد برضو على ارتداء الكمامة في المواقف العامة ووسائل النقل العام، كذلك الأمر يا فندم إغلاق أي منشأة على الفور مخالفة للقرارات اللي اتخذتها الدولة في هذا الشأن. نتمنى بس أن أنتوا تكملوا، يعني ما يبقاش عشان في يعني تنبيهات من السادة الوزراء أو من السيد رئيس الوزراء، أنا عارفة أن في تشديدات في هذه الأوقات، لكن إحنا عايزين نكمل لأن الكورونا لسه في انتشار كبير، وبالتالي محتاجين أن إحنا الشيش تتمنع بشكل واضح، 50% تطبق بشكل واضح، احنا محتاجين بس تطبيق الاجراءات التي اعلن عنها مجلس الوزراء. وياريت خليني اكد لحضرتك برضه بالنسبه لاهلنا في المحافظات المصريه، يعني التاكيد على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، يعني وحافظ على نفسهم زي ما نشدهم مع الوزير، ان هم عليهم دور كبير جدا في المحافظه على صحتهم وسلامتهم بجانب الاجراءات اللي بتتخذها الدوله لمواجهه كورونا. وانا باكد لحضرتك ان تقييم زملائنا في المحليات في المراكز والمدن والاحياء مرتبط بالقيام بتطبيق الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، يعني ده محل تقييم. عشان كده تم التوجيه من جانب معالي الوزير ان قطاع التفتيش والرقابه ينزل ويلف على المحافظات في حملات تفتيش مستمره لتقييم الاداء يا فندم. وشايفين دي فيديو من الفيوم، من ابشواي، من الفيوم النهارده، حمله على احد الكافيهات وعلى بعض الكافيهات يعني، وفي بياخدوا الشيش وبيطلعوها. اتمنى بقى من رؤساء المدن الجديده اكتوبر، زايد، الشروق، التجمع الخامس، يكملوا. مش عايزين نحس ان احنا بنيجي على القهاوي الصغيره اللي في الشوارع الشعبيه وفي في الاماكن الشعبيه وسايبين بقى الخيم الكبيره، الخيم بتاعه اللي هي فيها الحفلات الضخمه، لا. يعني محتاجين يكون في عداله في هذا الامر. مش عايزين يكون في يعني بس القهاوي الصغيرة، لا، عايزين نشوف القهاوي الصغيرة والكافيهات الكبيرة المشهورة في المناطق الكبيرة اللي كلنا عارفينها، اللي في سواء جوه المولات سواء جوه الأماكن التجمعات كلنا عارفينها بالأسامي. فعايزين الحاجات دي يكون الحملات بنفس العدالة والتوازي في كل مكان.